في ماليزيا بعد دفنه بعشر سنوات حولت القبور لسبب ما، فوجدوا هذا الشاب على ما ترون، على ما هو عليه. أتعرفون من هذا الشاب؟ إن هذا الشاب من حفظة كتاب الله جل وعلا، من الذين لم تلهيهم الدنيا عن الآخرة، من الذين ذكروا الله كثيرا وذكروا الموت وحسبوا حسابا للقاء الله جل وعلا، من الذين كانوا قد تهيأوا للقاء الله جل وعلا. إنهم من عباد الله الصالحين المؤمنين الساجدين العابدين الحافظين التائبين. يا عباد الله اتعظوا، اتعظوا يا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. يا أحباب رسول الله، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من حفظة القرآن، من الذين لم يهجروا القرآن، من الذين لم تلهيهم الدنيا عن الآخرة. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.